نستقبل ويانا عبر تطبيق زوم المحامي خالد راشد الراشد، نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي. مساك الله بالخير، وكل عام والكويت بخير وبإذن الله. مساك الله بالنور، شكرا على الاستضافة وشكرا على الاحتفاء في الأعياد الوطنية. الله يعطيك العافية. طبعا وينضم لنا عبر الهاتف الحديث عن هذه المناسبة الجميلة الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي الأستاذ محمد خلفان الصوافي. يا مرحبا بك. الله يحييكم ويبقيكم وشكرا لكم على الاستضافة. الله يعطيك العافية. طبعا سؤالنا موجه لك أستاذ خالد، العلاقات بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة علاقات تاريخية وتحكمها روابط الأخوية والقرابة والمصير الواحد، وهي تمثل نموذجا للعلاقات بين الأشقاء لما تقوم عليه من رغبة البلدين في تطوير هذه العلاقات إلى مدى أوسع من التكامل والتشاور. لو تحدثنا حول أبرز الأسباب الداعمة لاستمرارية هذه العلاقات على مر الزمان. لا شك العلاقات تاريخية وجذورها قديمة وعميقة جدا. صحيح. تعود إلى فترة مبكرة ما قبل النفط وقبل قيام واستغلال الدولتين، تتميز بروابط الأخوة والمصاهرة والنسب. طبعا دائما أحب أستذكر بأن صاحب السمو الدكتور الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة الذي تلقى تعليمه في دولة الكويت، نتج عن هذه شراكات استراتيجية كثيرة وتعاون إقليمي واحترام متبادل ما بين الدولتين وما بين الشعبين كذلك. جميل جدا. نعم، ننتقل لك لننتقل للأستاذ محمد خلفان الصوافي. يعني تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة أكيد يعني احتفالاتها بهذا اليوم المميز الوطني 62 تجسيدا لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ولو نبدأ يعني بكلمة منك تهني فيها الشعب الكويتي. نعم بالعكس، هذا السؤال هذا فرصة لي أنا أني أنا أتقدم يعني إلى مقام سمو الشيخ يعني صح الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح. نعم. والشيخ الشقيق بالتهنئة بالعيد الوطني 62. طبعا دعين الله تعالى عز وجل أن يحفظ الكويت ويديم عزها. آمين. آمين يا رب. وتقدمها بالأمانة. نحن في دولة الإمارات نعتبر يعني فرحة الكويت هي فرحتنا وعيدهم هو عيدنا، فنحن نحتفل معاهم مش في هذه المناسبة ولكن في كل المناسبات اللي طافت، ففرحتنا واحدة. أكيد طبعاً. طبعاً نرجع لك أستاذ خالد، يحظى دور الكويت المحوري والتاريخي في تعزيز روابط الأخوية الخليجية بتقدير عالي من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات اللي دائماً تتطلع إلى استكمال مسيرة العمل الخليجي المشترك. بحكم تجربتك المعيشية في الإمارات، كيف تقرأ تطور هذه العلاقات وتأثيرها في بناء روابط أخوية مشتركة؟ طبعاً تطور هذه العلاقات من الأمور الإيجابية واللي تساعد على تعزيز وتقوية هذه الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين. طبعاً هذه تشمل مجالات مختلفة مثل الاقتصاد والتعليم والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية والاستراتيجية اللي تخدم كلتا البلدين. من الناحية الثقافية أيضاً نقدر نشوف مثلاً هناك تزايد في أعداد الطلبة الكويتيين اللي يتلقون تعليم في دولة الإمارات الشقيقة على أعلى مستويات ومن أفضل الجامعات الحكومية والخاصة كذلك، فهذا لا شك يؤثر بشكل إيجابي على العلاقات ما بين البلدين. نعم. أستاذ محمد، يعني تميزت العلاقات الإماراتية الكويتية دائما وأبدا خصوصا بعد أن امتدت الروابط بين البلدين لفترات ماضية، فهل تشوف هذه العلاقات اللي أنشأها الحكام في البلدين الشقيقين اللي عملوا من أجل تطويرها وعلى مر الزمان وما زالت يعني تلك القيادتان الرشيدتان في البلدين يعملون على ترسيخها، فكلمنا عن أبرز المحطات اللي وطدت هذه العلاقات؟ نعم، للكلام فيما يخص تطور العلاقات كثير، فيه ممكن يقال يعني كلام كبير وكثير حوله، لكن خليني أنا أركز على ثلاث محطات أنا أعتقد أنها هي مفاصل كبرى في هذه العلاقة. نعم. ربما العلاقة بدأت في يعني في الخمسينات من العقد من القرن الماضي بخطوة كويتية أعتقد مو بس لدولة الإمارات ولكن للدول الخليج، وهذه بادرة كويتية الجميع يذكرها ونحن في الإمارات بمناسبة بدون مناسبة نستذكرها، ألا وهي الافتتاح المدارس والمستشفيات في الخمسينات من العقد من القرن الماضي. هذه نقطة
أحسن في تأسيس لهذه العلاقة. المحطة الثانية أو المفصلية الثانية في هذه العلاقة أعتقد الكويت موقفها الواضح والأبرز فيما يخص الإعلان عن اتحاد دولة الإمارات وسمو الشيخ الأمير صباح الأحمد، مثل الكويت بحضوره وكان الحاك وكان الشخصية السياسية البارزة في الخليج هذه الأيام ويحضر رفع علم الإمارات بإعلان هذا الاتحاد، وأعتقد هذا الموقف نحن في الإمارات نحتفظه ونستذكرها دائما. المحطة الثالثة أعتقد موقف دولة الإمارات في المحنة اللي مرت فيها الكويت أثناء الغزو في التسعينات، وإذا ما تخني الذاكرة أن صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد كان من أحد الناس اللي دخلوا للكويت في إعلان تحريرها. أعتقد هذه ثلاث محطات مهمة جدا لا يمكن نسيانها، وما بين ذلك هناك الكثير ممكن يقال في هذه العلاقة. الفكرة الرئيسية في هذه العلاقة أنتم ذكرتوها في تقريركم أن هي تتطور من مرحلة إلى مرحلة وتبنى في عملية التقدم بما يعني يخدم البلدين ويخدم الشعبين. صحيح. جميل جدا. طبعا دائما ما تكون أواصل التقارب بين الإمارات والكويت جدا قوية. نرجع لأستاذ خالد. أستاذ خالد، لو نستذكر وياك واحد من المواقف التاريخية اللي ترسخت وجسدت عمق العلاقة بين البلدين، وهو تغريدة أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري مهنئا الكويت بأعيادها الوطنية عبر نشر صورة الكويت من الفضاء كان التقطها خلال مهمته في المحطة الفضائية الدولية في سبتمبر 2019. لأي درجة هذه اللفتات الإنسانية تصنع مواقف تقدم دروسا مشتركة عن المحبة بين الشعبين؟ طبعا هذه اللفتة الإنسانية تجسد بشكل واضح العلاقة المتينة ما بين الدولتين الشقيقتين، وتعكس أيضا المشاعر الصادقة للمحبة والاحترام المتبادل ما بين الشعبين. هذه اللفتة الإنسانية تعزز التضامن بين الدول الخليجية والعربية، وتشكل درس من الدروس اللي واجب الوقوف عليها أيضا في ما يتعلق ما بين العلاقة ما بين الدولتين والشعبين كذلك. بهذه المناسبة أنا أسأل التوفيق والنجاح لروادنا هزاع المنصوري سلطان نيادي في مهمتهم اللي تنطلق إن شاء الله بعد غد، اللي تعد أطول مهمة في محطة الفضاء الدولية. إن شاء الله يرجعوا لنا سالمين طامين بإذن الله. اللهم آمين. آمين. نرجع لك أستاذ محمد، يعني أكيد يجسد المستوى العالي للتنسيق المتبادل بين الإمارات والكويت خصوصا حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، خصوصا في حجم التطور بين العلاقات بين الدولتين بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز أيضا وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي أيضا وعموما. لو تحدثنا عن هذا الجانب. نعم، يعني ميزة العلاقات أو ميزة العلاقات الإماراتية الكويتية لأن هي فيها أكثر من مستوى. في مستوى ثنائي العلاقات بين دولة الإمارات ودولة الكويت، وفيها كذلك المنظومة الخليجية اللي تشملهم جميعا، وكذلك على المستوى الإقليمي الأكبر وهو الإقليم العربي أقصد، وعلى المستوى الدولي من خلال الأمم المتحدة. الميزة في هذه العلاقة أن هناك رؤى متقاربة، خلينا أقولها متطابقة، بين الدولتين فيما يخص الملفات الإقليمية والدولية، وهذا دليل على تعميق العلاقة والعمق العلاقة الموجودة بين البلدين ورغبة قيادة البلدين في عملية ترسيخها لتكون تمثل يعني رؤية واحدة فيما يخص المنطقة والعالم كذلك. أكيد طبعا المصير واحد والتاريخ واحد والدم واحد. نرجع لك أستاذ خالد، لو تعطينا رسالة منك عبر قناتنا في هذه المناسبة الوطنية تهنئ بها شعب دولة الكويت سواء المقيمين على أرض الإمارات أو الدول العربية. طبعا في البداية أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو أمير دولة الكويت شيخ نواف الأحمد، ولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، كل شعب دولة الكويت، وأشكر المقيمين الكويتيين في أرض الإمارات العزيزة اللي ساهمون في تعزيز هذه العلاقات ما بين دولة الإمارات ودولة الكويت. ونجدد أكيد التزامنا بتعزيز والعمل على تعزيز هذه العلاقات الثنائية إن شاء الله بشكل مشترك بشكل دائم بإذن الله. بإذن الله. الله يديم الأمن والأمان والسعادة عليكم يا رب. ننتقل لك أستاذ محمد، يعني نبغي منك رسالة للشعبين الكويتي والإماراتي خصوصا بهاي المناسبة الغالية علينا. نعم، أنا خليني أكون أكثر عملية، يعني الكويت شقيق ولكن ليس كأي شقيق.
الكويت في البلدان الإماراتي متواجدة، ونحن يعني نحتفظ بها الكثير من الأشياء. فأنا اللي أتمنى أن هذه الخصوصية في هذه العلاقة أنها تستمر، وإن شاء الله أنها بتستمر كما هي نباها، وكل عام لأشقائنا في الكويت من تقدم إلى تقدم وازدهار. يعطيك العافية الكاتب المحلل السياسي الإماراتي الأستاذ محمد خلفان الصوافي على هذه المداخلة، والله يديم إن شاء الله المحبة بين الشعبين. شكرا لكم على الاستضافة. الله يعطيك العافية طبعا. وأيضا نشكر المحامي خالد راشد الراشد نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي على هذه المداخلة، ونهنئكم مرة ثانية بالعيد الوطني. شكرا لكم، شكرا على الاستضافة. يعطيك ألف عافية.